Yeah. Ball in my court, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me trying. طبعا اليوم شغالين مع الكابتن احمد اشكناني، عنده الام في الكتف، دائما الام الكتف سببها عضلات الروتاتر كف بشكل عام. طبعا احنا بالجلسه قاعدين بنحاول نوصل للفول رينج باريحيه، عشان لما يجي الكابتن يتمرن يكون عنده الرينج تمام، العضله تستفيد تشتغل العضله بشكل كامل، ما نشغل عضلات ثانويه اكثر من العضله المطلوبه. هذا الشيء بيأثر على التمرين كثير وبيأثر على البناء العضلي بشكل كبير. الكابتن أحمد ما شاء الله يعني تمرينه اللود فيه عالي، أوزانه عالية، بجهز لبطولة، فعشان هيك بحتاج كل فترة جلسة عشان يحافظ على المستوى اللي هو عنده. طبعا دائما لما يكون عندك الرينج تمام، العضلات ما فيها شد، تكون بعيد كامل البعد عن الإصابات. طبعا عند اغلب الرياضيين دائما بتلاقي عندهم مشاكل بالكتف، خصوصا تمارين الصدر يكون في عندهم الام كبيره في الكتف، تمرين البنش بريس، فلاي جانبي. لما يكون محافظ على الجلسات بشكل مستمر يكون بعيد زي ما حكينا قبل شوي كل البعد عن الاصابات. العلاج بيختلف عن المساج بشكل كبير، احنا بالعلاج قاعدين نعمل نحافظ على الرينج اوف موشن، نشتغل بشكل عام على الموبلايزيشن. تختلف عن المساج، اذا فائده المساج 30% فائده الجلسات هاي 80% وفوق، وكل شخص بيرجع لحمله في التدريب وتدريبه، هل هو بيتدرب يوميا، هل راحته كافيه، هل بجهز، وان عندهم تجهيز يكون مختلف تماما عن البني ادم اللي بيلعب بس كلايف ستايل. فعشان هيك جلسات كل فتره وفتره تختلف من واحد لواحد، بس اقلها للرياضي العادي جلسه في الشهر قد. الناس اللي بتجهز لا تحتاج اكثر من هيك عشان يكون عنده نتيجه كبيره وبعيد عن الاصابات. طبعا التكنيك هذا موبلايزيشن يكون شغلنا فيه تقريبا على البايوميكانيك بشكل عام، يعني الرينج يكون فل، العضلات كلها مرتخيه، نوصل للحركات للفول رينج كامل اريحيه. فهذا الاشي في التمرين بفيدك كثير، تتمرن وانت مرتاح، ما بتوصل حركه معينه تحس عندك restricted. دايما التكنيك هذا بيكون على الديب مصل، فعشان هيك نتيجته بتكون سريعة جدا طويلة الأمد. وعشان هيك في التكنيك هذا احنا بنوصل لعضلات صعب توصلها انت في المساج العادي، حتى الديب مساج صعب توصلها. كابتن أحمد احكي لنا شو بتحس انت بعد جلسة مباشرة بعد الجلسة بس تتمرن؟ طبعا هذا النوع من العلاج مو هو مثل ما قال يزن، مو مساج اللي تسويه تروح ريلاكس، هذا عادي مثلا تخلص تدش تمرينك. شنو اللي يميزه عن اي نوع من انواع الثربي؟ انه هذا يخليك ترد التمرين باسرع وقت، يعني ممكن انت اليوم الحين فيك اصابه ما تقدر تتمرن، تسوي جلسه تقدر تتمرن على طول، ما له داعي تنطر ليوم يعني يوم كامل. هذه نقطه. النقطه الثانيه وايد سريع الفعاليه، يعني بسرعه تحس انه استجابت معك العضله. طبعا يختلف الاستجابه من شخص لاخر على حسب اكله وتغذيته وحسب راحته، ولكن راح ترجع باسرع وقت حق التمرين. فانا دائما احرص خصوصا كما اقرب من البطوله اسوي مرتين الى ثلاثه بالاسبوع. اخر شهر ولا اخر شهرين قبل البطوله الجسم يبدا يفقد الفات اللي فيه، والفات اذا قل نسبته بالجسم احتماليه الاصابات تزيد. فالواحد عشان لا يدش في موضوع الاصابات وراء بطوله وتجهيز، الافضل انه يسوي جلسات. وانا اقول لكم قاعد اسويها تقريبا مرتين ثلاث اسبوعيا.